الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. أهلا وسهلا فيكم يا سادس بآخر درسين من مادة الجغرافيا. اليوم رح نأخذ المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية، ورح نأخذ كمان درس اللي هو الاستغلال الأمثل للبيئة. الأول درس رح ناخده اللي هو المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية والناتج يا سادس عن الزيادة السكانية وتغير نمط الحياة واستنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة. هاي كلها سببت عنا مشكلات بيئية. خلينا نتعرف على هذه المشكلات. أول مشكلة اللي هي تصحر، إن أيضا النفايات الصلبة، مشكلة الطاقة، ومشكلة تلوث الهواء، ومشكلة شح المياه يعني نقص المياه. خلينا نتعرف على أول مشكلة اللي هي النفايات الصلبة. تعد النفايات الصلبة سببا رئيسيا لتلوث البيئة إذا ما استخدمنا طرق مناسبة للتخلص منها، حيث يعاني الأردن يامس مشكلة إدارة النفايات الصلبة نسبتها سنوياً 1.7 مليون طن بمعدل يعني 3850 طن يومياً تنتقل إلى 21 مكب للنفايات. إذن أول مشكلة بتعاني منها المملكة الأردنية الهاشمية اللي هي مشكلة النفايات الصلبة. هلا عندنا المشكلة الثانية اللي هي التصحر. التصحر يا مس له عدة أسباب. طب إيش التصحر؟ اللي هو فقدان قدرة الأرض الإنتاجية، يعني يا سادس الأرض بتبطل قادرة على الإنتاج. هناك عدة أسباب للتصحر. أول شيء فقر الغطاء النباتي بالأسمدة الطبيعية، انجراف التربة، عوامل التعرية، نقص كمية الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة والجفاف، والسلوكات السلبية الناتجة من البشر مثل قطع الأشجار، الرعي الجائر، الزحف العمراني، وسوء استغلال الموارد الطبيعية. هاي جميعها بتسبب عنا مشكلة التصحر اللي بتعاني منها المملكة الأردنية الهاشمية. والمشكلة الثالثة اللي هي شح المياه. الأردن يا سادس من أكثر الدول اللي بتعاني من نقص في المياه. التقلصت يعني نقصت حصة الفرد من المياه إلى 120 متر مكعب عام 2015، وهذا سبب الطلب المتزايد على المياه في استنزاف الأحواض المائية والجوفية. عندنا المشكلة اللي بعدها اللي هو مشكلة تلوث الهواء. إيش يعني تلوث الهواء؟ تلوث الهواء هو انبعاث مادة ملوثة إلى طبقات الجو مثل غبار، دخان. هذه المواد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنباتات والممتلكات. في عنا أبرز ملوثات الهواء في الأردن مثل غازات السيارات ووسائل النقل، ذرات الغبار، الغازات من الصناعات الاستخراجية والتحويلية مثل مصفات البترول ومصانع الفوسفات والإسمنت. هلا أيضا من المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة الطاقة. أدى تسارع النمو السكاني يعني زيادة عدد السكان إلى زيادة استهلاك الطاقة للأغراض الصناعية والمنزلية. يستورد الأردن يا سادس 96% من الطاقة، وهو ما دفعه إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز. هلأ النفط والغاز هي مصادر إيش؟ موجودة من أول تقليدية. الإنسان توجه إلى البحث عن مصادر أخرى، فاكتشف أو استغل طاقة الرياح وطاقة الشمس. إذن في عنا مصادر تقليدية اللي هي النفط والغاز، في عنا مصادر متجددة اللي هي الرياح والشمس، أو مصادر جديدة اللي هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وسعى الإنسان إلى تطوير تقنية استخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصاديا ونظيفة للبيئة. واضح يا مس؟ هلا في عنا حلول مقترحة للمشكلات البيئية في الأردن. كيف أنا ممكن أحل مشكلة
المشكلات البيئية اللي ظهرت عنا في الأردن. أول شيء استغلال الأراضي غير القابلة للزراعة في الأنشطة السكنية والاقتصادية. ببتعد عن الزحف العمراني يمس في المناطق الزراعية، وبروح بعمل زحف عمراني وين؟ في الأراضي الغير القابلة للزراعة. استحداث تقنيات بيئية حديثة تقلل من نسب الغازات المنبعثة من المصانع والمركبات، والبحث عن مصادر جديدة للمياه، تحسين وسائل إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية، وزراعة نباتات يمكن التكيف في البيئات المختلفة. هيا مس بالنسبة للدرس الأول، هلا بدنا ننتقل للدرس الثاني اللي هو الاستغلال الأمثل للبيئة. زمان يا مس أجدادنا شو كانوا يعملوا؟ كانوا يبنوا بيوتهم من مواد متوافرة في بيئتهم مثل الحجارة والطين، وكانوا يحفظوا ما يزيد عن حاجاتهم من الغذاء بطرائق عدة حتى يستفيدوا منها فيما بعد. هاد اسمه استغلال أمثل، هاد اسمه استغلال أمثل. في عنا مصطلح اليوم رح ناخده اللي هو التنمية المستدامة. إيش تنمية مستدامة؟ يعني الوفاء بحاجات الإنسان من موارد البيئة دون استنزافها حفاظا عليها للأجيال القادمة. يعني يمس أستغل الموارد الموجودة في البيئة من غير ما أخلصها حتى أحافظ عليها للأجيال القادمة. التنمية المستدامة لها أهداف. أول شيء توفير الكميات اللازمة من المياه العذبة والغذاء، الاستخدام الأمثل للموارد والأراضي الزراعية والغابات والطاقة والموارد الطبيعية، توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وضمان حقوق الأجيال القادمة من الموارد. هلا في عندي عدة مظاهر للتنمية المستدامة. أول مظهر ترشيد الاستهلاك. إيش يعني ترشيد الاستهلاك؟ توجيه الفرد إلى عدم الإسراف وحفزه إلى الاعتدال في استخدام الموارد مثل الماء والكهرباء. يعني ترشيد الاستهلاك عدم الإسراف والاعتدال في استخدام الموارد مياه والكهرباء. استخدام الطاقة المتجددة، وحكينا الطاقة المتجددة هي طاقة صديقة للبيئة غير ملوثة يعني، ولا تنفد، مثل طاقة الشمس، طاقة الرياح، والطاقة المولدة من المساقط المائية اللي هي الطاقة المائية. عندنا أيضا من طرق أو مظاهر التنمية المستدامة إعادة الاستخدام. إيش يعني إعادة الاستخدام؟ فرز النفايات اللي هي الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن، ثم إعادة معالجتها لصنع منتجات جديدة اللي إحنا بنسميها مس التدوير. وهذه العملية تسهم في خفض كمية النفايات اللي بدها وقت طويل حتى تتحلل، واستخدام المعالج منها في مصانع الإنتاج بدل المواد الخام اللي بيكون سعرها غالي، والمحافظة على موارد البيئة وتوفير الطاقة وإيجاد فرصة عمل جديدة. أيضا عنا إعادة التوازن البيئي. إيش المقصود بالتوازن البيئي؟ التوازن البيئي هو بقاء مكونات البيئة وعناصرها الطبيعية في حالة تفاعل وانسجام بحيث تؤثر بعضها في بعض ليصبح النظام البيئي مستقرا ومتوازنا. وفي عندي عدة طرق لإعادة التوازن البيئي. أول شيء المحافظة على التنوع الحيوي، تخفيف انبعاث الغازات السامة اللي بتلوث البيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، استخدام الزراعة العضوية اللي بتمنع استنزاف موارد التربة والابتعاد عن الأسمدة الكيميائية والمبيدات، والقيام بغرس الأشجار الحرجية اللي بتقوم على تنقية الهواء. وفي النهاية يا مس بيئتنا مسؤوليتنا، يجب أن نحافظ عليها. وهيك بيكون درسنا خلص لليوم وختمنا الكتاب يا مس، وكل عام وأنتم بألف خير.